مرحبا، أنا فرح. في ليلة عاصفة ظهرت في منزلي فجأة طفلة صغيرة قادمة من كوكب آخر. علمت فيما بعد أن اسمها مروة. هذا ما أخبرني به والدها حين اتصلا. وبما أن والدي مسافران اعتنيت بها وحدي. ساعدتني ابنة خالتي نجوى قليلا. أما الوسيلة الوحيدة للاتصال بوالديها فقد كانت هذا الجهاز. على كل، سأعتني بميمي حتى يصل والدها. كل شيء ممكن بالتعاون. الجو حار. إذا كنت تشعرين بالحر الشديد، لماذا لا تشغلي مكيف الهواء؟ إنه مصنوع لهذا الغرض. أنا أحاول أن أوفر. ما دمت لا أعمل علي ألا أستهلك الكهرباء. إذا كان الأمر كذلك فلا تشتري العصير. لا أستطيع. أنا أحب العصير كثيرا. أشعر بأنه لا قيمة لي في هذه الحياة. أنا لا شيء يذكر. أنا نكرة. أنا فتاة غير ناجحة يا فرح. نجوى، ماذا هناك؟ فقدت عقلك بسبب الحر؟ إنني أبذل مجهوداً كبيراً، إلا أنني لا أستطيع أن أحقق أي نجاح في العمل. الآن فهمت ما أصابها. لا شك أن قصة أخرى من قصصها المصورة رفضت أيضاً. مرحباً، من؟ لحظة من فضلك، مكالمة لك. مرحباً. أجل! هكذا إذن. إذا حدث أي شيء جديد فاتصلي بي بسرعة. إلى اللقاء. من المتصلة؟ زميلتي ترسم القصص مثلي. قالت إنها فقدت الأمل أيضا. حقا؟ الجو حار جدا اليوم. نجوى! مكالمة لك من المجلة. مرحبا. أجل، بكل سرور. سأعدها بسرعة. نعم، غدا إن شاء الله. إلى اللقاء. سأصير رسامة مشهورة يا فرح. ولكن ماذا حدث؟ قالوا إنهم سينشرون قصة المصورة. حقا؟ صدقيني يا فرح، لقد أضاع المحرر المهمل قصة مصورة لرسام مشهور، ولهذا اتصلوا بي وطلبوا إلي أن أرسم لهم قصة مصورة لينشروها عوضا عن تلك القصة. فرصة لطالما انتظرتها، صحيح؟ نعم، لقد وعدتهم أن أرسم لهم قصة مؤلفة من 16 صفحة حتى يوم الغد. أنا لا أعرف كثيراً عن القصص المصورة، ولكن هل يمكنك رسم 16 صفحة حتى يوم الغد؟ لا لا، إذن ماذا ستفعلين؟ فرح، سأرسم. فارغ، لا أستطيع العثور على أي فكرة أرسمها. المسكينة، لا أظنها ستنجح. تذكرت، فدوى ورندا قادمتان لزيارة اليوم. فرح، هكذا إذن ستبدأ بالعمل. هذا مذهل. إنه لشيء رائع أن تبدأ بشق طريقها. ما بك؟ لا أظن ذلك، فقصص نجوى مملة جدا جدا. نجوى! الفكرة، الفكرة.
رندا، لقد قالت لي فرح إنك من أسرة ثرية جدا. ألم تحدث في أسرتكم قصة مثيرة تصلح لأن تكون مادة لقصة المصورة؟ لا. تذكري جيدا، فما من أسرة تخلو من القصص المثيرة، ولا سيما الأسر الثرية كالخلاف على إرث مثلا. تذكري. نعم، حدث خلاف مرة بين أفراد أسرتنا وانزعج أبي، ولقد حدث هذا الخلاف عندما توفي جدي. عند وفاة جدك؟ أذكر حينها أن أسرة والدي انقسمت نصفين، قسم كان يوافق والدي على رأيه وقسم كان يعارضه. كان ذلك بسبب جدتي، أرادها أبي أن تقيم معنا في المنزل حتى لا تبقى وحيدة. يا لها من قصة. انظر أمامك. ماذا؟ فرح، لما علي أن أحمل هذه الأشياء وحدي؟ لأننا ضعيفات ولا نستطيع حملها. أنتن ضعيفات؟ من قال هذا الهراء؟ ها قد عدنا. قلت لك إنها فرصة العمر. أريدك أن تعطيني فكرة جيدة، إن أعطيتني إياها فسأبدأ برسم القصة الآن. أنت قاسية القلب، لم أعد أريد منك أي شيء، وداعا. نجوى، ماذا هناك؟ طلبت إلى صديقتي أن تساعدني لكنها ادعت أنها لا تستطيع. لا أحد يريد أن يساعدني، لا أحد. لا فائدة، لن أنجح، سوف أعتذر. ما هذا يا نجوى؟ إنها فرصة عمرك، عليك أن تحاولي بكل جهدك. أنا أعلم ذلك، ولكنني لا أستطيع القيام بهذا العمل الصعب وحدي. أنا أعلم، سنساعدك. سأساعدك أنا أيضا، وأنا سأساعدك، وأنا أيضا سوف أبذل جهدي. ما هذا الكلام الفارغ؟ أنا لا ألهو. لا تستخفي بقدراتنا، فأنت لا تعلمين ما يمكننا أن نفعله إذا حاولنا. دعيني، لا أريد منكم شيئا. عليك أن تعطينا فرصة يا نجوى، فنحن نحاول مساعدتك. قلت لا أريد منكم شيئا. سنساعدك وإن أبيت. دعيني وشأني يا فرح، لا أريد أي مساعدة. لا، لن أدعك. فرصة كهذه قد لا تأتي مرتين. نعم يا أمي، لقد وافقت ابنة خالتي فرح أن أنام عندها. نعم نعم، سأكون بخير، شكرا لك يا أمي، إلى اللقاء. فدوى، جاء دورك. حسنا. لم أتوقع أن توافق أمي على أن أنام عندك. مرحبا أمي، أريد البقاء في منزل فرح هذه الليلة. نعم، سأكون بخير. نعم، إلى اللقاء. يظنون أنهم سيساعدونني، إنهم أطفال صغار جدا. نجوى، لما أنت حزينة هكذا؟ أنا سعيدة جدا لأني سأبيت الليلة عند فرح، فمنذ زمن وأنا أحلم بهذا. ماذا سنأكل الليلة؟ ما رأيكم في المعكرونة؟ أنا أحبها كثيرا، وأنا أيضا أحبها. أنا حائرة جدا، أيمكنني الاعتماد عليهم؟ هل أنتم مستعدون؟ هذه هي الرسوم التي أنهيتها. رندا، أريد أن تضعي علامة سوداء كهذه في أماكن مختلفة من الرسم. أمسك هذه. وما هذه؟ علاقة للصور، بعد أن ينتهي الرسم نقصه ونلصقه عليها. هيا خذي. عليك أن تكون دقيقا، إياك أن تخطئ. وماذا أفعل أنا؟ بعد أن تنتهي رندا من وضع العلامات السوداء، نشفيها بالمجفف الهوائي. نعم، لم أتوقعها من هذا النوع. أليست مثيرة؟ إنها قصص عنف. صحيح، إنها مثيرة جدا. مثيرة وممتعة أيضا. ليس كثيرا. أه؟
كان عليك ألا تقولي رأيك الحقيقي في قصتها حتى لا تحبط عزيمتها. آسفة نجوى، قصصك ممتعة جدا. نعم ممتعة ومثيرة. أعلم هذا، أنا أبذل جهدي كي يستمتع بها الأطفال. واضح أن نجوى تحب ميمي كثيرا. إنها تحبها فهي تعتني بها كل يوم. لم تكن نجوى كذلك من قبل، ومع ذلك أظن أنها لطيفة، وأظن أيضا أن قصص العنف هذه لا تناسبها. كفاكم ثرثرة، أفضل أن تعودوا حالا إلى العمل. هذا سهل جدا. فرح حضر الحليب، حان الوقت كي تأكل ميمي. هذا صحيح، كيف نسيت الحليب؟ لا شك أن ميمي جائعة جدا. ملامح وجهه أكثر غضباً وشراسة. هذا أقصى ما يمكنني إظهاره من الغضب. لا أظن. أنا نصحتك. وما أدراك أنت؟ أنت تقومين بعمل جيد ولكنه خال من الإثارة. كما توقعت، لا يناسب الفتاة أن تميل إلى العنف. أنت مخطئ. هناك نساء أكثر عنفاً من الرجال أنفسهم. صحيح، أعرف واحدة. هذا يكفي، دعونا الآن نتابع العمل. كدت أن أنتهي من رسم هذه الصفحة، لقد أتلفتها. لا ذنب لي. أعلم ذلك، كل الأمور تسير خلاف ما خططت له. أظن أن هذا النوع من قصص العنف لا يناسب نجوى. كما توقعت، لا يناسب الفتاة أن تميل إلى العنف. لن أهتم بكلامهم فهم صغار.
لا أستطيع. لا لا تيأسي، سننتهي. لم يعد لدي وقت كاف ولا أفكار. هوني عليك، عهدتك أقوى من هذا. نعم أنت فتاة ذكية جدا. صحيح، أنت عبقرية، أنت موهوبة. فرح. نعم. أترين قصصي المصورة مملة؟ لا لا أراها كذلك. كنت تقولين لي إنها مملة جدا. ماذا؟ ربما لا تناسب الفتيات الصغيرات مثلي، لكن الأولاد يحبون مثل هذه القصص. قولي الحقيقة. أنا أقول الحقيقة. لا لا. أرجوك قولي لي الحقيقة، وإلا فلن أستطيع أن أرسم، لن أستطيع. نجوى، إنها لا تعجبني. هذه هي حقيقة رأيي، كيف يمكن لفتاة مثلك رسمها؟ لا تعجبك. كيف تستطيعين أن تقولي شيئا كهذا؟ أنت فتاة قاسية القلب. أنت التي أردتني أن أقول الحقيقة. سأسلمها إلى المجلة في الموعد المحدد. الحمد لله أنك انتهيت من رسمها، ولكن آمل أن تعجبهم بعد كل هذا العناء لا أن يرموا بها. ماذا تقول؟ أنا واثقة بأنها ستعجبهم. لؤي ستشهد اليوم انطلاقة رسامة رائعة. لا صدقني، ستكون هذه أول خطوة في طريق نجاحي. المجلة. صباح الخير. نعم كنت على وشك الاتصال بكم. نعم نعم. ماذا؟ هكذا إذن. نعم أفهم ذلك، شكرا لك. وجدوا القصة الضائعة. ماذا؟ سأغسل وجهي. ماذا تقصد بأنهم وجدوا القصة يا فرح؟ معنى هذا أن القصة التي ساعدناها على رسمها طول الليل لن تنشر. ماذا؟ هذا غير معقول. إنها حزينة، أنا آسفة من أجلها. أي مجلة هذا؟ لا ميمي، عودي إلى هنا، لا تقتربي منها. الذي بذلناه أمس. ولكن كيف؟ فكرة، سنذهب إلى مدينة الألعاب على حسابي. مدينة الألعاب الآن؟ نعم، سننسى كل التعب الذي بذلناه أمس عندما نبدأ باللعب بالألعاب. هيا بنا. كانت ليلة الأمس فريدة من نوعها،
وقد اكتشفت أن رسم القصص المصورة ليس بالعمل السهل، ومع ذلك على نجوى ألا تتوقف عن الرسم والمحاولة.